الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فريق وكي أفراد كمدة فريد السعودي التنوير لبعض مسائل التكفير. مسألة اللبات قاعدة من لم يكفر الكافر وهو كافر. أبحث كل ما نريد بين ما تدل مرينا إن شاء الله تعالى، waxaan rodimanaa muwafadi ama walaa fadi insha Allah. Mas'alada kubada bararujayna waa ta'wiil wa ta'awul fi dharuriyat la yadra'u al-kufra wa kullu kafirin muta'awil. Bay nuqul an ukirina wa katagina. Nuqusha waxaan u badinayna bariyahan dambu waxa iska badatay nadariyad musallama inda ahli sunnah wal jamaa'a aw inda ahli qibla qatibata markad sheegto naqli ba lays weydinaya dadkii markaa ama baxdigii baa ku yar ama ruuxu iska rabo wax diyaar ah in loo sheego oo asagu iska qaato dhibkaas iska jira. Qadiyada markaa horaan baynu soo sheegnay daruuriyatu diin, diinta musallamaadkeeda, masaa'ilka adilada qadciga leh ee macluum min ad-diin bid-daruura, qofku intuu ijtihaada ku khaldama ama ta'awuli wax sheegta ta'wiilka asaga ah كفرغي غاليسين تكما دفاعي مركا التأول والتأول في الضروريات لا يدرأ الكفر محايا لك أحد كستو قال أو قال لماذا سكدين لغانا يا عدر داري يقيل بشكتا. الحافظ عبد البر هذا الكيس أنا قل بالله بإنه واسقصه قابسانينا كتاب كسي التمهيد مجلد كصدحي طبنات لوابق اللواتين تضوء إلى اللواتين يسديد مجلد كسديدات شنبق السديتين يسقال مجلد كليحي طبنات صدح بقولي أفر إلى صدح بقولي الشن وتميد ككود طابعا موسوعة شروح الموطأ بتكفيرين كرتان. وحوري إن المحرم بآية مجتمع على تأويلها أو سنة مجتمع على القول بها يكفر مستحله لأنه جاء مجيئا يقطع العذرة ولا يسوغ فيه التأويل. هذا الكساءات بوعديه حولي شيء قال لو حرمي آيات معنى هذا إيو تفسير كذا اللي سكوبها فصنيا لو حرمي أما السنة لو حرمي شيء سنة ذا سو اللي سكو راعي كرقان كذي عسكت كذا نينك الشيء قاس آيات النوع عاصل لو حرمي أما حديث كالنوع عاصل لو حرمي نينك بنايستا ولا قاليسيني محلو قاليسين نينكا تأويل كيسي أن لو عذر دارين وحول لأنه جاء مجيئا يقطع العذر ولا يسوغ فيه التأويل. حكم كان وحكم كل سن أدلة قطعية، والتأول في ضرورياتنا وتكذيب وإلحاد إماها تأول معه. وحول وكالقاضي أمرك مسائل كي وما جاء مجيئا يوجب العمل ولا يقطع العذر وساغ فيه التأويل لم يكفر مستحله وإن كان مخطئا. يقول لك الباب منك بنا يستا دليل ذنية أما من حيث الثبوت أو من حيث الدلالة حكم كسر ناضيب تأويل قاطع وخلاف يسيد صوابك أهي منك أسجل لك جالسين مهي بوري آمن أن أنكو حكم إنه بادي هاي أما أردن سي هاي أما أنو تخطئ أو حكم إنه جفيا إنه حكم مهي لي دليل كاس ويوجب العمل ولا يقطع العذر أي تأويل وساغ فيه التأويل ومسألة يسوق فيها الخلاف أو مسألة اجتهادية. إذن مركا ما يوجب العمل مسائل يسوق في خلاف خلافية كاللغوة اجتهاديات كماها مركا حكا لقاضي ضروريات الدينية المسائل الخلافية مرلبات نقوش وإذن هرمري مسادر مرلبات حكا لقاضي ننك زكاة الأموال ضفر وجوب كذا هي إنك الضفيرة إنكرا زكاة الأبدان زكاة الفطر كتوطق أنا إنكرا منه ولا جاليسين منه لما جاليسين يوري إيش الفارق زكاة الفطر كذا طوب حسين صون قدام بي إنك وجوب كذا إنكرا وصلنا يداه أسوق أدلية وحشاقني هي إنك زكاة الأموال زكاة الجيل يالله دي أرجع كواجب يسي حولها كله بدر كيوح لها المال إنكرا ويكل دوين يبول. هذا الكيس بعد ما كنت الآخر نهاية إشكال لك يعني أبو كجواب حالي إننا واد قال إيسيسان فقه إننا ما قال إيسيسان يا محاجر وحوري. فالجواب عن هذا ومثلي وبحروفه فالجواب عن هذا تفريق عن كلقاني تكفير
منكري زكاة الأبدان وجوب كذا إيو منكر زكاة الأموال تكفير كلك على قادم من اللي قال يس إنه حوي أن ما ثبت فرضه من جهة الإجماع الذي يقطع العذر كفر دافعه لأنه لا عذر له فيه لأنه محايا لي وفرض قصرنا ذي من جهة الإجماع الذي يقطع العذر الإجماع القطعي كفر دافعه إنك هو شديد ولا جالسين بالوركي سنة ولا قصوا قادم ما لأنه لا عذر له فيه وكل فرض ثبت بدليل أي بدليل يوجب العمل لم يكفر صاحبه ولكنه يجهل ويخطأ فإن تمادى بعد البيان له هجر وإن لم يبقى له عذر بالتأويل لكن أدلة ذنية ويحكسوا ناضي ننكي كم رمئة تأويش هذا إلى نصاصا قبا ولا تخطئين وبعد البيان ولقيه جرون ولقين حيالين حتى هدان وارن التأويل كزونه باطل هاي ننكا يجهل ويخطأ ويهجر عند الـ عند الـ عند الـ عند المصلحة لكن لما تكفيرنا يحور لماذا أمثلك أنا يسألك لفان تحور ألا ترى أنه قد قام الدليل الواضح على تحريم المسكر ولسنا نكفر من قال بتحليله مسكرك وحي خمراء كأين حنفي أنا وهي ودكتين نبيذك مسكرك عسيراتك لين مسكرك وحمان دوريها هي خمراء عينبك الله قسم ويكل دويه والرأيق حنافتي يسكوها ينجمرها العلم وحوري ميادا نوشيدين بوري ننك إلى هذا النبيذ كمسكر ننك عبالا قاليسين مهايو أما ننك برنايستا إننا قاليسيني ألا ترى أنه قد قام الدليل الواضح على تحريم المسكر أنك من حيث الدليل أدلة فربضان برواهي سنائن مسكر أما كخمر عنبها لقسم أما قيدك لقسم كل وضعي خمريهين حرانيهين أدلة واضحة قدمين ولسنا نكفر من قال بتحليله تأولا واجتهادا نيك نقول خلافة ما عدا العنب خمرة لقسم نيك نقول خلافة قاليسين منه وقد قامت ومسأل مثال لبعض وقد قام الدليل على تحريم نكاح المطعة أدلة حرمه يزوي عضاي لكن أدلة ما عند أهل العلم توجبها العلم القطعية وضرورية الدين جين كرتا والنكاح المحرم نك محرم كان نكاح عيسى من محرم حاجوم معتمرة وحمهرية وحمهرسدي أدلة كتب حديث عثمان وذكرنا إزاني غير كي طيب ونكاح السر قد بصيرها نكاح السر وذكرنا إزاء والصلاة بغير قراءة وبيع الدرهم بالدرهمين يدا بيد إلى أشياء يطول ذكرها من فرائض الصلاة والزكاة والحج وسائر الأحكام ولسنا نكفر من قال بتحليل شيء من ذلك لماذا علة الربا لأن الدليل في ذلك رما يوجب العمل ولا يقطع العذر والأمر في ذلك واضح لمن فهم وهذا الكيسي وعط مركو وين أتكلم فهنتان مسائل كأن لنا إنك تأول يجتلي ماذا يكفر وضرورية الدين أما ما جاء فيه أدلة قطعية مركة أول كذو يوح شيء كشذا ذو حوي وتكذيب أتسكو قرن يسوع بورك سكو قرن يسوع باسم التأويل إذا فرق وحول وهول سكعت نكلا يدا غزالي نفس القضية وحول إن المخالف قد يخالف نصا متواترا ويزعم أنه مؤول ولكن ذكر تأويله لا انقداح له أصلا في اللسان ولا على بعد ولا على قرب فذلك كفر وصاحب مكذب وإن كان يزعم أنه مؤول عوره وعلى جبهة مسألة كيما نص متواترة أصلاً كان هو خلافه كدم وش هو النص كاسا مؤولة أما أنا متأولة ولكن ذكر تأويله لن قد حلو أصلاً تأويل كل شيء تمك الله فيريو على اللسان في اللسان العربي وحلق ذن كرام لفهم كرمه لا على بعد ولا على قرب فذلك كفر وصاحبه مكذب للشريعة وللنص وإن كان يزعم أنه نسك مؤول أما أنا مؤول داما مؤول لم بلا أما النس كان تأويلها يا بوليها لكن تأويله لا انقداح له إذن إن أضوح الشيقة تمرك قطعيات كضرويات كأضوح الشيقة
وحوكوتر مايس والوغا ليسين تأويل كذي زعم وباطل بل تأويل كذا وتكذيب معنى التكذيب هو تاء وحلق السوق قادم ماي كتاب سفيسر التفرقة بين الإسلام والزندقة صفحة السقاشانات كفيري مركلو وحوكها اللي ضرورة الدين تأويل كذي ودادوه الشيختان قليه باطنية ذا يقرام الطذي بكها اللي يأيه قليه فلاسفة المتفلسة الأورنجري فارابي عيدن كيسي والذي نختاره هو نقطع به أنه لا يجوز التوقف في تكفير من يعتقد شيئا من ذلك ضرورة الدين إنك أنت وحتى وشذا واعتقاده خلافة وحول وحندورينا ولبا أن جزمينا كدارينا قطعا ضرورة أنه لا يجوز التوقف في تكفير من يعتقد ذلك شيئا من ذلك إنك سدى تأويل كليمت قطعيات الدين ضروريات الدين تأويل شذا أما قيل كل شيء ومسلمين تخلافي وحن لوبهن ليمت إن لججوك سدى جاليسين سدى جاليسين سوى باطل بول وواجب للجاليسين محايا لي لأنه تكذيب صريح لصاحب الشرع ولجميع كلمات القرآن من أولها إلى آخرها هذا الدير كتب حرف المصير إلى ما صار إليه هذا القائل تكذيب وليس بتأويل فهو كفر صريح لا يتوقف فيه أصلا إذن ومسلم مسلمة كتاب فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية صفحة بقول يتضبك كفيري حردين قولي باطني ذا عبيدين ذا مدرفت أوكياني وحوى البوع تويل بيقلية لغة هنا وحكا كينا هيا مستغربات اللغة يكينا هيا غرائب وحبي كسي ذا وحروا حامرا وضا وحاتين قالوا تويل قلنا ومحي وتكذيب صريحة لكن وحكو قبان إيسان تكذيب بطكو قبان إيسان وحكو تويل بطكو قبان إيسان وذلك محمد أنشور أنور الكشميري الحنفي ونن مرجاة الفقهاء حق أمركم مسائل كتقريرنا وأنا فقيه حنفية وأنا محدثة وليها حنفية رجل ضد بالضمبي وقوم بالنبى القطرية ضد بالضمبي إله كل رقوتو قارة شبه الهندية جهود مبارك وكلية على هنات في معتقد يتقرن إيسا وحكاها الله من سلدة مكو تفاصيل بضمبولة شرح الترمذي يشرح البخاري يو كتاب كيسي إكفار الملحدين في ضروريات الدين بين النقول كسوكورون نوان كتاقين نامك من سلدة محن قد بأن مسألة كلي وحول الأخبار الأحاد التي لم تبلغ مرتبة الضرورة موكولة إلى رأي المجتهدي مسائل كأدلة يكتمت أخبار تأحادي يكتمت وحديد دلالات وهذا نقطة دلالة قطعية لكن من حيث السند بأحد نقوم كرتها وحوري وحلو الدين يا مجتهدين تسيس قوما رافان بالاق تحقين ونو البوحي لقم من بؤال لوغ دوانية تانوى مسلم وحوري والتأويل في ضروريات الدين غير مسموع والمؤول فيها كافر والمؤول فيها كافر لكن ضروريات الدين هذا ترى وحوان تأويل قلنها يا وقيل باكسع وقيل بولي كم وي عور السوداني هاملك هاشم الله يدين عوري عباد القبوركو أيوة خلدا لكن شبه هذه التأويل بيليين فربضن بكله أفضل ما شكت مالك أسوي كتاب يسأل عرف الشدي شرح سنة الترمذي مجلد ككوباد لحدني سقال كفيري النقل قاس مركل وحوري سل كتابك المشهور أن المتأول ليس بكافر هذا كوفكو خلدا ما يمركين شبادي أن أنتم بدأ من قصوى قيلة هي بكجر تبادت الله سعوت وحول المشهور أن المتأول ليس بكافر وحام مشهور كنه وكتب تأكو قرآن بورنك المتأول كنسا كافر متأول كوي ومن لزمه الكفر ولم يقع في كفر صريح إكفار أهل التأويل إكفار المتأولين وحكم الديار مركو قريقاتي وبكر الباقلين حكاها الله هي ضوائف تقدرية ذا معزلية ذا أشاعرة ذا ماتريدية ذا نجارية ذا ضرارية ذا قوله نوع عاسها إيه مقالة اللي يمت يندريات يلزم منها الكفر وليست في حد ذاتها كفرا صريحا يا لويق أن أهله تقول سوي كواسوي أبو الحسن الأشعري وحوري وأكثر المرجئة لا يكفرون المتأولين نسكة أخرية أيضا اللوقي هاي مرجئة وأنمك وأقول درنا تكفيرية ما وقع في الكفر الصريح مرك هاوشا من بدن بعد بجلس كنا نقول بحاي بيت النواق هذا إسك إلالية دبر يا سنسار يا سبب بارك كرعة متأول هذا مقشو عند أهل العلم وحكوا ذا ها نينك كفر التأويل كل عاية مقال ديس مرك ميزان كلاب بندق ليست في نفسها كفرا حقيقة بدعبها النقطة لكن حكذا الله
ما هو كفر لازما ومآلا. صادرت وكي سويري من الرشد أكثر الكفر مداره على المآل. سيدوك لو حسوا عدي إنك ابن وزير اليماني اسكوا هذا هو شيء هذا يعني لو خلدم لو عمرك مشهور كلاجه الله يو ليس بكافر ومن وكافر التأويل. فرق بين كافر التصريحي وكافر التأويل. مثل هذا كلا قائد هذا يشرح هذا وقت بدن ما كبحي إنكم واد فانتين ضد بدن بين سكالا بنتها ماشي باش وحاجة كقرنتنا وهالكا مقالات كإسلام كتب توران وفيرني يوحي أمتك هذا هي نمن قال لي عاد كله فليني وإلهي غير كعابودي أما حق خاص كاية تشريع الربوبية ربك هايستا وكفر صريح كجرا وحلوق قياس قاطي أهل البدعي ليس كوهي ما قال مثل قال ما إنك لازم كي مالك كو قبطان أو قال زيني إنك كجوك سدانا خلاف كسلو أركي عند بعد أهل العلم المتأخرين يا خلاف صائغ هو النقض عند أهل أصحاب الحديث خلاف غير صائغ. وحول وأقول أنا وحن لها بوري مشهور كي بسوكوري المشهور ليس أن المتأول ليس بكافر لكن وام حي كلامك وذاتك يا مشهور قول أهل العلم لم يتوارد في محل واحد انتا اسكو هذا مرك الشغو هوش هصح لكن مش صحها يمش ذمها. المشهور أن المتأول ليس بكافر أقول إن المتأول في ضرورية الدين كافر كما صرح به في آخر الخيال على شرح العقائد وصرح به شيخ تقي الدين تقي العيد المالك الشافعي إذن وصحنت علينا هاي لكن التأويل في ضرورية الدين من قبائل يعذر دار مجر متأول كالليزين ما ينوى من لزمه الكفر مآلا وليس الكفر صريحة قوله. العرف الشدي أو العرف الشدي وحتى رضان في شرح السنة الترمذي مجلد ككوبات بقول كنتني اللي حكى فيري مركلة وحولية إذ لا خلاف في التخليف في تكفير المخالف في ضرورية الإسلام من حدوث العالم وحشر الأجساد ونفي العلم بالجزئيات وإن كان من أهل القبلة المواظب طول العمر على الطاعات إكفار الملحدين في ضرورة الدين سبحانه طبعا السقالات. فظهر أن التأويل في ضرورة الدين لا يدفع الكفر إكفار الملحدين سبحانه صدنا اللحات مركل وحور آيات طوبة في حكم المستهزئ بالله وبآياته ورسوله مركو تعليقيني أما فسري فدل آيات كهلا يقول تعالى فدل على أن مثل تلك الأفعال إذا وجدت في رجل يحكم عليه بالكفر وكفر صريح يحكم عليه بالكفر ولا ينظر إلى تصديقه في قلبه ولا يلتفت إلى أنها كانت منه خوضا وهزءا فقط أو كانت عقيدة لا إيجم هاي وحاصل مكفتمها ما أمن سنائي وأمن سنائي قلبي سهل لأيجي مربها دي كفر نقطة حق الله وحكمين وكافرية. ومن هنا تسمعهم يقولون إن التأويل في ضرورة الدين غير مقبول وذلك لأن التأويل فيها أي في الضروريات يساوق الجحود يساوق الجحود جحود باللمدي هاي أول قرب يقرب قلها يقول لك ما فيض الباري على صحيح البخاري مجلد الكوبات بقول وطني شن كفيري وذات كتاب كاس كتاب كان إكفار الملحدين في ضرورة الدين وذلك أم حنا أم ركشمر أولي هاي وكتاب قيم بلن مركو صوبحي وطائفة القديانية دي أحمد إبل كخان ومتنبي عيدن كيس وكل ردنا يي يأتبع لي سوكو قال يسيي علماء الرهن دي باكستان جوك تأد بكتابك أقو بقين مركو وي تقريديا وي أمانين فالله يكبحيين إلى طبان تقريد بالغو دابعا وضبطها الله تقريدات كان مركو أد بقين بدين خلاصة كجرة ما في الكتاب هذا يرو وداد أيا كميدا ليه بان سوقات وداد ليه هذا السيد مرتضى حسن ناظم التعليم دار العلوم دار العلوم كان مسؤول كها أقاسيما قيبت وحبر الشد وحول إن الإنكار والتأويل في أمر من ضرورية الدين غير مسموع والمنكر والمتأول سببان في حكم الارتداد والتكفير عنهما غير مدفوع. فهذه الرسالة شافية كافية وافية في موضوعها كتاب قال الله هي مشتملة على أصول وفروع ودرر وغرر وعجائب وغرائب أدب قضية ضعها الله. إذن ومسألة مسلمة والشيخ هذا لم يمدنا وح غريبة ما وح نقاني ولكن حقوق يلي بوري آدي آد بهوش أسوء أروريه وحنا كمتقين. إذن مسألة ذا إسكا إلالية مسألة ذا إن لسكوك خلده التأول
كفر التأويل كفر التصريح ومشكلة ضد بدن حقك إن صابتي وحق قرم مريزي ولو خلدما هو شارس مدك له تأويل كستوش شيغتي قيل كستوش شيغتو مسواد مرض مسلمة هاي معلومة دين بالضرورة مجمع عليها قواطع كتمت وحاضوا لعب يا عياروي ووحي باطنية قرامة القبابية فلاسفة المنتصبة الإسلام القباب عشان اللي تكفيريوي إذن كون أو شاس أكو خلدما مسلا بعد إير على وحاوي إجماع بكو كنت مي قفك منتصب كإسلام كون نصب شيغاني إسلام كون نصب شيغاني إنه مسلم هي آمن سن هدو كفر كل عوم معلوم من الدين بالضرورة أو غير معلوم وأسوه سن كفر كافر سوى هي سنين إلا حكما كرو إما ظنا أو قطعا مسألة وإذن القرآن النبي يديري إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان برهان كنوا أدل والحجة ماها فلسفتي اصطلاحي متكلمين فلاسفي مناطقه البرهان عندهم وكل قياس مركب من مقدمات يقينية دليل كمركب من مقدمات يقينية برهان ويقانان دليل لو حيدهان كمركب كام قياس كام دليل كلقد السوء من مقدمات ظنية أو بعضها ظنية وبعضها يقينية وفلسفة وحكتنوا البرهان وكل حجة توجب العمل أو العلم كلقات ملها تفريقا واستلاح دنبو إليهم فلاسفائي نس كان لهم فسير أجمع العلماء على أن الاستلاح الحادثة لا يفسر بنصوص الشريعة لما أقول لك أيضا إسكايل عليه مرك إجماع باكوب انتمي قفك وأصغن آمن سنين وقاليه إلا قال يسينكر إجماع باكوب انتمي أصغ إسلام كالشيغاني إلا حكومي كرو إذن مثلا دان إسكو أقال هذا الروح هو مسلم إسلام بو الشيغاني وعام وركيد ورعلم ماه ننك علم ضحال ربان وحب مزامية وأصغو حجد الروح كو قال يسين وهيستو جابك وهيستو آخرنا وكدو ذكر إلهنا وكقر بحي كرمك آخر الأيمات النبي قادي بقى يجري أيضا نهيستا السلف الصالح بقى يقوه الرئي وكا أضال إله الراعة وإن تطيعوه تهتدوا إذن ذاتك النبي الراعي بقى نقول دبتشوكنا والطابعين بقى نهي لهم بإحسان سيفدون الآبد أبو الحسن كتاب كيسا اللي يدادو الإحكام في وسيل الأحكام ملك السبيدين يا الله وحوليا هاي مركم مسألة كالصالة نن قال لما أنا من سنين بكاه الله أم يهودي أم نصراني أم عدك لا مجتهد ومتأول ومسائل خلطة من محله قال يسيب يقول لهم فلاسفة متكلمين حول الإجماع في صحة إطلاق اسم الكافر على من اعتقد نقيض الحق وإن كان عن اجتهاد إجماع كنتمي إن قال لما اللقو إطلاقه وقال لي هذا قفك آمنة حق وخلاف سن آمنة هدود دونه هي بها اجتهاده وإجمع المسلمين نقيض الحق بهدد آمنتو عن اجتهاد بعض كل على غلط كاسكا ألو قال يزيني سبيدون الهندي كتاب زي نهاية الوصول في دراية الوصول مجلد سديرات صدح كن سديرات بغولي أفرطا الحكام كم يندين شغل رقم كزمر كوري مجلد كأفراء الله بغول طويني سديرات وهي نقل كهورين سوى كوري أسنوح ولي وذات كاس الإجماع منعقد على إطلاقه أي إطلاق اسم الكافر والكفر على من انتحل دينا مخصوصا سواء كان مقلدا فيه أو مجتهدا أو معاندا مر بهذا دين إسلام كخلاف هذا اعتقاد يسو دين إسلام كخلاف قرن اعتقاد كرتا إما جملة وإما جزءا يعني دين تورن بعض كبيح كرتا أما حكم شرعة كردنا حكم قطع ومعلومة دين بالضرورة خلافتي مسلمين تشغلكم عليه لماذا أي سلفك وقصارين جهمية ذي رجل لها المال وقصارين من فرق المسلمين فرق المسلمين تضواتين يصدح ذا كمن ما هيدين جهمية وحان ترسنا إن فرق الإسلام سواء كفروا أو لم يكفروا وضد كلي أما أن من كان كمن ما أبا محي أيضا أن من كان نحيكو دعين نحيكو دعين كفر التأويل ولازم كويا عند السلف كاها اكتر كاها لازم قطعها لزوم كنو ضروري كاها وانا قلت تكفيريه وغالبا والله غير بين تكذيب صريح ما لها قارق النصوص تا يقول عن لكن اكثر كفر تكفير التكفير ما كان الله ابو حامد الغزالي وحور نور كاها لها مجتهد ك مبتدع يا قونت للمصيبه لكن كفري لو هيستو
أصو إنه كافر يعني إسرائيل علماء المسلمين تمر كي مسألة بارا النازلة إجماع ما إجماعي كرا أصو مر مر ما هي كل سمر إجماعي كرا سو فرت وتأنا تم ما مسألة مر بانك قباري إجماع مجنتمية إلا إجماع ما عنده جيدا واتفاق مجتهدي هذه الأمة في عصر من العصور على حكم من حكم الشر طيب وحول قال إجماع عفوا وحول أما إذا كفر إن كاس مجتهد قال الله يدوي يبور بدعة أو كرد عين لقوا قال يسين كرو يعني لقوا قال يسينين هذا لقوا قال يسينين مسلمين تكثر سنة هاي إجماع سنة وين لا تقليه خلاف كي سنة وين لا اعتباريه وأسوق مرمى هي إجماع مجن تماه هذا الإجماع إنه وربها إنه وحبنا كثر سنة وهذا اللي قال يسين أما هذي قال لما لقوا حكومه أسوق فرت تاعنا مرمى هي أي إجماع جن تماه هي مرن كسرة وحكس وقاد مالها حر أما إذا كفر بدعته فعند ذلك لا يعتبر خلافه وإن كان يصلي إلى القبلة أنت جهميد قرن هيا بالوكر لا يقول يا شيغاني سلفي شيغاني وإن كان يصلي إلى القبلة ويعتقد نفسه مسلما أصو مسلم هسكو هيستو قبلة هاوتو كذو هاول نوطة لما لأن الأمة تبو ليست عبارة عن المصلين القبلة بل عن المؤمنين وهو كافر وإن كان لا يدري أنه كافر بول سوى كافر مسلمين أمة الإسلام كل شيء هو اتفاق مجتهد هذه الأمة الأمة الحلقة وضع الأمة المسلمة اللوجية دا من هو المسلم مسلم كي اللي دا مسلم وأقوما وإن تهد من أخدرتا وننكي لي يمد الشهاتين كي أعماش إسلام كاللقيه لي حقنا اللقوه غي وحنا قد من نواقض الإسلام تيبو كوصحة هي لأن الأمة ليست عبارة عن المصلين ممضوا ما أعطتكم أنتو كذا قبل الحق هذي بل وعبارة عن المؤمنين وهو أنك مجتهد كسن كتاقه هي وكافر وإن كان لا يدري أنه كافر المستصفى من علم الأصول مجلد ككوبات صدح بغلاء فرطانية أفر كفيرية طبعا هذا إنسان لهم مجلدك وتحقي جواتك أشقر وتحقيق كله أبو الحسن الأبياري نك مالكي قال نك وشافعي أشعري أبو الحسن الأبياري كتاب كيسا وكشر حي التحقيق والبيان في شرح كتاب البرهان جوين كتاب كيسا وشرح كله أدقين بطن وحور إذا كانت مثل كهلا يسوون إذا كانت البدعة توجب تكفيرا فلا التفات إلى موافقته ولا تضر مخالفته لأن العصمة ووجوب الاتباع ثبت للأمة وهذا ليس من الأمة واعتقاده أنه منهم لا يسيره منهم بعد أن كفرناه وإن كان يصلي إلى القبلة ويعظم الدين فإن ذلك كله غير ملتفت إليه وركاز ناد بالفانتين بيلتانك يوم بانين أنفسر وركاز سكا وحوري بدعاة وقرد عيب أنه يقين أنه كان مجتهد كعالم كدين تيقان حقنا أين ولا أنا كفر بكجرا بدعاء سيادتي قال لي مكين يسو إنه نوافقه يينه نخلافه حلا دن لقي لي أسا مر ما هي دك بشلق دك حلا غفر إنسان هيا محايا لي أمضى عصمة ذو لا تجتمع أمتي أمضى لوجه ذا أمضى الإجابة ومسلمة ذا على قوة ذا عصمة ذا سي ونبي قول شيء أمضى أسوق نادي بول وهذا ليس من الأمة بحروفي كنا أمضى كما ترسم محيو قبح أمضى طيب واعتقادوا أنه منهم أمن سنانت أمن سنين أمد كتر سنين اسكت درها أيه إلا هذا الرئيس اسكت دري بجدو لقاسار أيه لا يصيرهم منهم بور لا يصير كرني ما هي أمد أنا أمن سنين أمد أنا كتر سنين هذا كوت الله أنا قم أمن سنين ما قلنا بعد أن كفرناه أمد كمد ما وإن كان يصلي إلى القبلة ويعظم الدين وما له خلط مو ابن وزير ودين كان عطوس انه مسلم يعني انه يعظم الدين صنعان وقال طلاب سده في مساله التاويل مكون مره متوسعه وان مذهب كيزو حكيت الجبيه يا كقيل ابن وزير لو ما ينكره وواسع الخط في التاويل والاعذار بالتاويل ابن وزير لكن مربان دولني واقي في بدايه الطلب تاويلك كهل و هو غدره وحانو قادني ها كفر التصريح تذكر عيون وعيور دارها يو أو واحد مركان نقوق فلا نقوق فلا قليه
مركا علماء النوع هنيجي نهرب وذاي هذا قولي يكون فلنته وكتابك سوى أعظم كتاب لقى قري في مسألة الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق الوزير تأويل كوكا الله يوام حيوا كفاره التأويل من لزمه الكفر مآلا واللزوم ولم يقع في كفر سريع كفر سريع أن يكون دعين لقالي سيجمع سوكورني كتاب كل حسوك سوكورني هذه مركو رضا مالك الشيخ هلين موش هو قلصار وضباشو أن أبي صدق يصنتي يصلا لقنا ملبكي ويقول رمات لبا كتير ما شاء يدا السيجان مركو مسائل قاس يعني لغود دول من غلا فهورت مسؤول كهالله لكن صدنا لحم السلوك وخلاف أهل السنة والجماعة دكور بالنقلي أن نشري وأبدي ليس من أهل السنة لكن وانين زيد ومعتد الله ابن وزير وضع يسامب إلى التواقع وشاس وحوري فإن ذلك كله أمن سنة أمن سنة المسلمين تكتر سنة إنو سنقالوبين إنو دين توينين هايو وحاصرا غير ملتفت إليه كتاب كيسة التحقيق والبيان في شرح البرهان مجلد كلابات سيديت بقول أفرتني لح كفيري وذات كل رجل أمر الكشميري وأنكو ختمها هيا وحيولي التحقيق أن المراد بأهل القبلة أهل القبلة هو تيالا قوضا وقال لسكوها يستاهي ما كل من توجه إلى بيت الحرم للسلامية وحوري التحقيق أن المراد بأهل القبلة في هذه القاعدة هم الذين لا ينكرون ضروريات الدين لا من يوجه وجهه إلى القبلة في الصلاة قال الله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر فمن أنكر ضروريات الدين لم يبقى من أهل القبلة كم يجري أهل القبلة إكفار الملحدين في ضروريات الدين عفوا سبحانه بقول الله باتني اللبو لما نسخون هيان مكي وكسو قوريا لكن واحد كان مرناوي فقاتا ومجلد وين الرسائل كسل قطع عيبا يرسال قدام بيسا مركا مركا قاركوت يضو مطبوع مضح بنانو كل يدان ويجرتا مركا دي صفحات كس دوام مران يدونكم بخانات كي وحل قرين جري قاش هذا كتاب هو منشور في الشاملة منشور في الشاملة وي نيكي ورأسوك ورقيها استنى واخير قد يضو مركا دوا وارماتي وحيسو هريم السلاسة دحات وآه مسلمين توحيس وافقين من إسلام شيغانية ومسلم بان هايلة أسونا إلا قال يسيو كفر إن لو إطلاقه من والبضوريات الدين خلافي سواء يهوديا نصرانيا مجوسيا هدان كسو هالليني تن مسألة ذي كمتة لك سيقونا ورب حوان ربا إن أسوه مسلم الشيغان يا لو إجمعين وقال يا سكدا يهوديا نصر جوج هو شا إسكوه قادة ابن حزم محور في كتاب كسال الفصل مجلد ك لباد بقول طواني أفر وحجيلي قد تسمى بالإسلام من أجمع جميع فرق الإسلام قد تسمى بالإسلام إسلام وحاسكون مقعابه شيكتي نما يسكون راعين فرقين كمسلمين طرد نسكون راعين على أنه ليس مسلما مثل طوائف من الخوارج غلو فقالوا إن الصلاة ركعة بالغداة وركعة بالعشي فقط وقالوا إن سورة يوسف ليس من القرآن وطوائف كانوا من المعتزلة ثم غلوا فقالوا بتناسخ الأرواح وآخرون قالوا إن النبوة تكتسب بالعمل الصالح وآخرون قالوا قد يكون في الصالحين من هو أفضل من الأنبياء وأن من عرف الله حق معرفته فقد سقطت عنهم الأعمال والشرائع وقال بعضهم بحلول الباري سبحانه وتعالى في أجسام خلقه كالحلاج وغيره سبحانه وايدين شيخ وحوري المسلمين تورن با اسكو راعي كو اسلام شيغان يا اني سن مسلمين هاي سدا وحوري قوليو خوارج هاي واق دنبيري صلاه لا اسك ربابا وركعه ضروره لتكدو اي ركعه قلبكي لتكدو بس شن صلاه مجره نكم حكو قالو خالف ضروره من ضروره الدين وحال لما يدعو قولي أيقوني سورة يوسف وسورة عشق يجعيلي هولها كهذا شيء حسابك لي دقر يمكري ولا الإسباب بإن هيو قد تذكر ده هيو امتحان وهي سورة وقصو لو عبر قاتد قرآن كامد ما يده الشيكو قرح حسن وحسابك لا لكن قرآن ما حد قال لي دي محيو ايدي مناتكم باتفيرين كون سورة يوسف من القرآن وامحي ومن دين المسلمين ومعلوم من الدين الضرورة وحاكم إذا وقل يجري
والمعتزلة هانجر واجد مرة وحيد أن تناسل أرواح روحي دينت نفتي سو روح كل جلي والنبي آدم واجد دينت نفتي زي مال ما آدين وعر ما آدين مال ما جوكت عروتي سميت كم يسوقش نعم محن نفتي روحي كده حشرتا دقي قاروني هارون محوها فرعوني هاما نفطودي هي ضد بيكون حشرتا إنه نتنياهو يا الله جيابا بيقولي قبل ما يترمطع نفط ميل آدم مجرد النفط والسكوب بالدلابين تناسق الأرواح دواء الدر وقالوا أيقون قلي وحي قلي وحجروا يجونا نبي النمضم وح إلى موهبة رب بحيا ما إيه ووحلا شقي سنكره هذا خلوضة يوم عاد إلى لسود رجل نوراني عن نقطات هجاك تود ملاك تود دواتود الدنيا كف جاتود إن راح استبردك تواجه دم بين النقطة نبي والله جاي أبى بقولي والله شقي سنكره إلى وذا دس فيها إذا وحتى شاعرة أبو حمد بحط الجوتم أبو حمد الغزالي مركز هواها مدوة ضعفرت مبريئة وحلوود واقع الدنيا ورسين نمس الله واقع فقل عن عليك إنك بالواد المقدس طوى المهم وقال لما كانوا إلا ينبي النمضو موهوب رب بحيمه الله أعلم حيث يجعل الرسالة ماه سفاء النقون إيسا النبي يهيب الرب بيس النبي النمضو كتماته أون نبيه وحودير يهي خلق يا خلائق إلهي قليي بودير يا أم بأن آدمها كدبنا إلهي بطوراني لكن كل الله شقي سنكر ما صدرت بعربنا نسكت يعني شقي سنكر ابن عفيف بسكت ده حلاج بسكت ده يلانو وباش وكل طور كرا قل يا وحيد هذا وحاب الله يا أبا إن لقيه ردك الصالحين تا أحد كخير بدن أنبياء وقال سوونا قل يا وحيد هذا نكسي في عن الله عابده واجد دمنا عارف بالله النقضة وإيمانك قنجه ما ديب بحسمة وحب الله مرة مرك الدمب صلاة الله مرة صون الله مرة وحك حارنا متجرو شرائع لاني هولهم بوحين حيوين لقطر لقول لي مرة ضد لي ينتو أوكي نقطر تيجي بفرح الله قاضي وأنا والله فرح الله قاضي أنت ولا لقوا عربنا يوم بصلاة صوني حج زكي جهاد الولد ده بتاعي مرك هذا نقطة أوكي وحلولي هاي وفي ساعة أنت واحد ضد صمه قد باستي وحلمته وقليه قليه الالهي باونك دحدغا او دحغلا اما حلول ام اتحاد حلاجي عيدنكيس صور كم مستعصنه ام قرحسن بربي يتمثل بها ما يتغمس بصمين هي كفري النصارى وكله كدحين ايوا اولين ما شيغان ما لو جمعي كو اسودن هي قالوا قال اني قليه يوم الوجمع اين قال يوم حاكمده قليه ايونا كميدا خوارج تواجد دم اما نمن عجاريد الاورنج ميموني وحي دهن وحا بنا ويلشادا غبدها يدله ويلشادا غبدها اوو اوتاي او ابا اوتاي ما اوو هويا اوتاي يا غبدها غبدها يدشاي نكاحدو كوبنا يد حران كما ايات قران يدريشدين وحا كلو لميد يدين ولالها غبدهودا يا يوالها الضمر كعبده هو ده ضابطه وطاي كل حرام كما هيده محيه إيه وحرميون قبده هذا الشيء وكحرمي ولا لها يبنات الإخوة يبنات الأخوات فقط لكن بنات البنين يبنات البنات وفسحين بيده آيات سورة النساء ليش ذي وحده وحل لكم ها ما وراء كجواب هذه أنكم متأولين مع الوج معي إن قاليين إسلام أيوة شيء غني أو شامبرك إسكي إلالية عبد القاهر البغدادي الأستاذ أبو منصور أفر بقلواتين سقالك جريودي وحولي أسوه ممكن منك سوقات وحولي وكذلك في جملة العجاري ده فرقة يقال لها الميمونية ليست من فرق الإسلام بور لأنها أباحت وحكى لما ما قع الله ما هيستو إني مدمدوين الله ما هيستو إني عربي الله ما هيستو مع الله هيستا إني تأويل كدعين الله ما هيستو مع الله هيستا محل كيكو اجتهاد هيا بانهين محل اجتهاد ليس مجتهدا فيه وضرية الدين انت انبد ايقسا والعلة تعم علة حالما ان تطرد وتنعكس مك ولب علة منفردة يجب طردها وانعكاسها اذا كانت منفردة حكم هدول علة ليه يدور معه وجودا وعدما
لأن أباح النكاح بنات البنات وبنات البنين كما أباحت المجوس بول والمجوس لمن كان إسلام باشيك دينا وما جاء قل إدك عبد هيو وحول وسنذكر اليزيدية لمن قال العراق دول الإسلامية غني ميستين وذكرنا إذن عادونك كقيلية ثم قرنا إذن عراق بفرديان عراق وحن جوغين قال كستول شيء وجوغا يا إيران وسندخل اليزيدية والميمونية في جملة الذين انتسبوا إلى الإسلام وما هم منهم ولا من فرقهم بول كوا وانشيق الدوناء إن إسلام كشكت إسلام كمد ما فرقوين كعن اعتبارين عطور كون سوق قادم إن ردين الباطل كل عدين مبا كوا لما دقى إنسان كرم حي إذن مال أن توبين لقو قبن كريم بيت توبين كو قبتين سمحي لتوبين لف لما صار لف بيت توبين كو حسابك وليه مال شحسن برا وهيل بلا كتب توبين لما صار مال سوب بوديس الحافظ عبد البر كتاب كسال الفرق بين الفرق صفحه 86 كفيريا وركا السقا الله المستعان الحافظ عبد البر كتاب كسان تمهيدك نصها قال كود خطئ او حاكي من هذا القيمه هذا القران سو غوري حر اجماع المسلمين من كاسكال تحقيق تحقيق جنا موسوعه شروح الموطا مجله التضابط بقول طبعا يسجل له وكان نسخ هوس بقول كان وحول بعض النسخ منسخ كويا له إجماع المسلمين على تكفير من سب النبي أو كفر بشيء من القرآن أو سجد سجدة للصليب ونحو ذلك وإن كان مؤمنا بما سوى ذلك مصليا ففنبوري هرتباج مع مسلمين تحكوا إجماعهم بإلا جالسيون كنا بقى عاية أما قرآن كوحكم إذا بينية أما صنم أسجود ولو هل سجود بالله كديه أما يوحي لها المال هذو دون مؤمن بها النغض معتقد بما سوى ذلك مصليا انت انكوهي سنم انت قال هاتو كدو هارو ميسنادو هاكا عبادة بضنادو وحوك مجراء انت سوء ايدي معايا مسائل قام بوعين مسائل معلومة بالدهران بقوصه وشكتاوي لكم السعرين سعودين التفتازاني وحورها صغو لا نزاع في كفر أهل القبلة لا نزاع وأنا منك الجهمية كفر وكفر يعني واحد تكفير كعرار لا نزاع في كفر أهل القبلة المواظب طول عمري على الطاعات باعتقاد قدم العالم ونفي الحشر ونفي العلم بالجزئيات ونحو ذلك وكذا بصدور شيء من موجبات الكفر عنه وخلاف أهل القبلة كقبان مجره إلا قال يسيو نك قبلة أنه أتو كذا أولي جيب إله عابد جري عبادة ربضا سديت سن ربي سوء عابده يهدود عالمك وقديم وكونك سمواتك مخلوق ما أما هو قديم قدم الرب سبحانه وتعالى بويل أما وحوي لآخر للصوصة ما ما كلا دينتو روح ثم بميلها لغون عمين وميلها وروريق مويين النف لصوب بحين يجد هل الله محكام دين وجنتك والراحسون قوري عنتي عبداني ولداني أولا مجران وحامسا نصارى يهود أمسا من أرواح بس لسوع اللي ونفي العلم بالجزئيات إله سجود بحقوق هاي بيجي هذين لكن هو شهور التفاصيل جا إنه سر بيقان إنه إله يدح هذا على جياب بدين ونحو ذلك وح الله المال وحول وكذا بصدور شيء من موجبات الكفر عنه وحال ماذا مثال بنوكي إنه شيء كفر واجب ضرورة إنك كسف لنا لا نزاع في تكفيره هذو ظني هينا سير لسكو خلافهم سالك شرع ما لسكو خلافها هي ننكي هو أركين كفرين وقاليسين ننكي هو أركين وقاليسين ما كتكفيري كتكفيري بترك الصلاة وكالي سارب صلاة ننكي هو أركين وقال ما يترك الصلاة وقاليسين ننكي هو أركين وكما قاليسين وانا طبعا خلاف وقالانوه اللي مثلا أتبع الله قد قال لما ننكي اللي انجا السيد الشريف الجرجاني البلاغي حق متكلم كوصولي وحولي إذا فتشنا حتى نقض قطنه عقائد فرق الإسلامي وليها فرقين كإسلام كالشيك تعقيد دان قد نقول وجدنا فيها ما يوجب الكفر قطعا كالعقائد الراجعة إلى وجود إله غير الله سبحانه وتعالى أو إلى حلوله في بعض أشخاص الناس أو إلى إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو إلى ذم واستخفافه أو إلى استباحة المحرمات وإسقاط الواجبات الشرعية وقطعا وحصلا وأمثل أكاني انت اصلا وحويين اسمه جالزين ايو ومساله قطعيه نين كان فرق الاسلام كترسن يا ايو قوليها انو تاغير اي وحاسما صوري هذا الكوري تفتازاني شرح المقاصد مجلد كصدحات افر بقول احنا كو كدنبنا وذات كان ولا جرجاني حاشيدي وكل شرح المواقف
شرح المواقف ويا لابد ويا لما توضق في رقطان مجلد كسيديات عاودون الإيجي المواقف علم الكلام بوليه هاي وذا كان شرحي جرجاني وحكولة شرح مواقف مجلد كسيديات صدح بقى تدواتنا شنك فري. إذن محايلوس وبحي مراد التكفير من لم يكفر معون نقضي. إذن ومسألة قطعية سبب كان إن كان أقوى هيسن وكقالوا وسيدك يهود وكقالوا ذي أنا صار كقالوا ذي إم جوس كقالوا ذي شرع عدو إنه متقى إنه وحلا يجاد متماثلات هلا كلا قاضو تذكر الدون هلا سوك هينو وروح يابها عن كلي وأنا جاد قيمة هذا صلاة هذا صون كذا حج كذا كوي لا هذا كله على كفر معدوم من الدين بالضرورة مسلمين ترى حواجب كائن كقال يسيا نور بحق هذا هلا ninkii intu xugta dhahay la ku gaaleysiin waayana adoo kugu baabiyay inaa waan islaamka ka shakisan waxa inoo dhaxay muxuu gaalay muslimiin maxaa u dhaxay waan kala duwanaa muslimiintu raqayd gooni ilayoon la yaqaan wax gooni aaminsan yihiin kuwaana waa naga duwan yihiin kuwan beertay daaqeen ninkii daaqa hadaa iyo soo ku baabiyay soo ku baabiyay iyo ku baabiyay manad kuwa inta ama inaad noqoto min haythu al-ism yahudi ama nasrani ama majusi ama وثاني أما النقطة هندوسي أما أسيخ النقطة ومحي ومظاهر تجليات للقاعدة وأفراد للقاعدة الكلية مرك قاعدة حساب لغوسية قاعدة ديدا مالك صدق الشقين محل لغويري نيو والبور لغوار هو كفر معدوم من الدين بالضرورة فهو كافر ومن لم يكفره فهو كافر نفس القضية سلف قاسدا قورن دون وعضين دون نيك لورن جري سوق حقوق البداية نيك وبعده الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو بكر بن عياش الأسدي المقرئ المحدث الفقيه نيك القرآن هو مخلوق بربين وكفانسي وحور أي شك في اليهودية والنصرانية أنهما كافران يهودية والنصرانية ميات كشكين إلا بقى ليهين ما يقول حور فمن شك في هؤلاء يهودية النصرانية كشكي أنهم كفار فهو كافرون والذي يقول القرآن مخلوق مثلهما يعني سلف كوحير ربعين منات كفانسيات واليهودي النصراني إنا يقالي ما شكوات كقبتا مايا إذن إنك كشكي يهودي النصراني قاليه وقال بور كذلك والذي يقول القرآن مخلوق مثلهما معوك جيدا وإسكم منات وإسكم منات هذا حديث لكن كفر وكفر مآلي أصبح حوارك أصحاب الحديث جمهور حوارك أنه يهي كفره أما صراحة تصريحا النقض قطع هون النقض أما مآلا هون النقض وإسكم بيت مرهضات هون شيء أذكو هذا الشيء السنة لحرب سعيد الكرماني رقم كصدح بغطاتنا الشنكة فيري هون شيء أمرك إسكو هذا يعني نقول شو نقول يرمى يا هبين ما اللي بحديث يقولون لي ما كيكه لين أصحاب الحديث التكفير أنت من توقف في تكفير القائل بخلق القرآن ومن شك في كفر إلى سديد نقلي نقلي جدا بي هو نقلي الرازيين الرازيين ما كان سوق يقولون إن يوحان حدو قادنا إسنائنا يجو وحيك شيئين مذهب كائن يهي مذهب كأصحاب الحديث العلماء يسوق قارن ما هو حيجو كله طبعاً هيان وعلماء ذودي مشايخ ذودي أصحاب الحديث بيكسوق قوريه نيك لورن جري نيك لورن جري حرس معيل كرماني سدو كلي كتاب كيسي نفس القضيه وكسو غوري مشايخ ريسي ابراهيم مارك مشايخ شيوخ شيوخ بكسو غوري احمد سعيد منصور اسحام دراهوي يا رقي طبقه دي كسي دنبيزي ابن مارك رقي كسي يا كوي كسي وينا اوزاعي عيدنكيس يا ثوري اذا مركو هذا الكيسي بدي سو غورنيا مركو مثلا كان لي وحي القران ليس بين أهل العلم اختلاف أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق وكيف يكون شيء من الرب عز ذكره مخلوقا ولو كان ما قالوا لكان يلزمهم أن يقولوا علمه وقدرته ومشيئته مخلوقة لازمك يبقى ذلك وصحة دي إن أتفانتم من ربا هو ركي الشيخان هدو صحيح ولو كان ما قالوا هدو صحيح لكان يلزمهم أن يقولوا علمه علم الرب وقدرته ومشيئته مخلوقة كوان ضمنك المخلوقية هذا هين إنه قال يا مرة ما لها حلمت أويه ملزوم كنا وحلمت القرآن مخلوق وحكى لازم القرآن مخلوق وملزوم لازم كزنا وعلم ربنا مخلوق ياي أما ربي مخلوق ياي أما أسماء زين مخلوقاته اسكمت وحور فإن قالوا ذلك هضيب اللازمان أيدهان
قدرة الرب لي علمي جيسي مشاهده ومخلوقي لهذان لازمهم أن يقولوا كان الله تبارك وتعالى اسمه ولا علم ولا قدرة ولا مشيئة. مخلوق محاق وما حدث بعد أن لم يكن، أما ما سبقه العدم. إذن هدي إلهي علمي جيسي قدرة ديسي مشاهده سي مخلوق نقطوح لازم يناتر هذا إلهي وجري أصون علمي قدرية مشيئة لهين هدي كإله ما قال لما سبب وحورك سهدي دهان وهو الكفر المحض الواضح لم يزل الله عالما متكلما له المشيئة والقدرة في خلقه. والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر، ومن وقف فهو شر منه. هذا الكاس سازو عدي مركز مركز بحكين الدونة كتاب كي سازل حبقول لحنا يتطبع الرقم كافيري كتاب السنة ذهب بسوقي في كتاب العلو من طريق ابن أبي حاتم أفر بقول سديتني سديت وحان رباه إسماعيل الكرماني عن أهل الأثر والحديث وحكسه القوري صدح ذي قيبوض الجهمية المخلوقية الواقفية اللفظية صدح زوما هاي صدح ذي محوليه من كل شيء وعوري. ومن لم يكفر هؤلاء القوم والجهمية كلهم فهو مثلهم. وحكسه القورين هيا خلاف قد دقيقة سوق سانه رؤية الله ما إذا دقي يستور كوداتك إذا كيدين تالا. واللفظي من قال اللفظي بالقرآن مخلوق واقفي وأنك يدي القرآن كلام الله بس هل قاعد في ماي مخلوق نورن مايو غير مخلوق نورن مايو ينك إذا سوى مخلوق صدح راس وحوري. ومن لم يكفر هؤلاء القوم والجهمية واقفي ذي اللفظي ذي والجهمية كلهم فهو مثلهم مثل أصحاب الحديث بكرة رقم ك لحنا يسأل كفيرية. الشيخ أبو العباس ذكرنا وسوق قرية توتر كوانيسون قرية لكن وركي نبط وين أنا ندك بضيع ورك. قال الشيخ أبو العباس أحمد بن حسن بن عنان الكنكشي وأفر بقول سجاش أفرتني سجال كدنتي وحصول شيء انتو شيء كرمان انتو شيء ولي بقوك القدر لح ضعيفه أذبر قاضي شو مبجران بدونك بلق ما يسوم مريم بوشيء وقرآن قصة أبسن مركز وحور ومنهم وحاكم إذا جهمية ذا من لم يكفر هؤلاء جهمية وحاكم إذا نمن قال يسينين واقفية ذا يلفذية ذا أن قال يسينين أسنوا جهمي. ومنهم من لا يكفر هؤلاء بل يسكت عنهم، فهؤلاء الأصناف كلها هم الجهمية وهم كفار زنادقة حلال القتل. ومن لم يكف ومن لا يكفر هؤلاء الأصناف كلها فهو كافر زندق حلال القتل. يكسو رسالة في أصول الدين الإسلام بالغة ومطبوع إن الله يستنى والغية صدني الله بصف هذا كفيرية كل يحرم بسكو قاضي نيك كام سنة واجهني كواس وقالوا نيك قال يسين وينا وقال زنديق حلال القتل والدم. إذن مناطكو وإنت وذا دمر كم مناطكو إنه سدا يهدين شجرة ربعنا سو قري أو وذا كي أقول نقول لورنجري سمعاني صاحب القواطع أذكرنا إسحاق نصر سنة هذا في لينجري على هناتين في هذا القرآن كهالي كسر نقول ما ينفقوا عالم مفسر وأقوم بطن ويجي سورة حنفي لباتن سنة لباتن سنة شافعيها ومحقق ما كفني أصول كيف فقه لبوليبا حق السنة دهنا حولي هاي مواقف حميد ولي هاي لكن حوو تمشعر بأقول أقولوا انتي في مسألة التحسين والتقبيح العقلي هذا قرنا وكالي عكس ينقن ماي وحور ربائنه كوشيو مكو كتاب الاجتهاد مري هي كتاب الإجماع مري قواد عيسى أيوم منات كشيغي سكينة يقال الأسليين تيئيو منتصمين تلا قال يسين أيو عدي مركز حلا نظن أن أحدا من هذه الأمة لا يقطع بتضليل اليهود والنصارى والمجوس وأن قولهم باطل قطعا لأن الدلائل القطعية قد قامت لأهل الإسلام في بطلان قول هؤلاء الفرق والدلائل القطعية توجب الاعتقاد القطعية فلم يكن بد من القول بأنهم ضالون مخطئون قطعا. وما حيوا أهل الإسلام محي يهود وقاليسينيا والنصارى وقاليسينيا أو فرق داسي مجوسية دا إن إسلام كنا شيئين محلود قاليسي وحول أهل الإسلام وحيها يستنى أدلة قطعية
توجب اعتقادا قطعيا ان من كائني قال ين حق ان خذين ضالون يي وحول مركا دغيساد. واذا ثبت هذا فيما خالفنا فيه اهل الملل فكذلك فيما يخالفنا فيه القدرية والمجسمة والجهمية والروافض والخوارج وصائر من يخالف أهل السنة، لأننا نقول إن الدلائل القطعية قد قامت لأهل السنة على ما يوافق عقائدهم فثبت ما اعتقدوه قطعا، وإذا ثبت ما اعتقدوه قطعا حكم ببطلان ما يخالفه قطعا، وإذا حكمنا ببطلان ذلك قطعا ثبت أنهم ضلال ومبتدعة. اسكم مرات بكدغيا قوليها المحان كويسنا منتصبين تا الى الاسلام حقنا قالوا انهم خالفوا ادله قطعيه احكام ضروريه خلافا يهود النصارى محان كويسن نفس القضيه شيء كسمش ودغو ضمان تاسي دكته بل انت سودغا مش لغه لبوات واد قدام ما كو ديدن باشان مش غشب ان قدنه مناط كان مش لغه هلم ان لغو ما كو ديدن وليس فما له باية تيو يوم كالله وحور. فنقول الاختلاف بين الأمة على ضربين، وهو شو كسوال ابن عبد البر كسوال مشرقي وكان وأندلسي جمعهما اتحاد المنهج رؤية وضيبا اسكم مين لقوت هذا انتظركم مكسكو عرقتي آهين منهجنا أيسا وذاقن ما وضع سعون كرا وقال اسكو بابي ما اعلان اسكو ترين. وحوري اختلافكم مضى أحد عوال لبو اختلاف يوجب البراءة ويوقع الفرقة ويرفع الألفة فان اختلاف حوى يبولو إن أنك لبر نقن واجبنية وواجبنا أنك لا تقنبا إن أنك لبنا واجبة إن أنك سوء دوانا وقال نبا واختلاف واختلاف لا يوجب البراءة ولا يرفع الألفة مركز. فالأول كالاختلاف في التوحيد، فإن من خالف أصله كان كافرا وعلى المسلمين مفارقة والتبري منه. لأن لماذا؟ وذلك لأن أدلة التوحيد كثيرة ظاهرة متواترة متوافرة قد طبقت العالم وعم وجودها في كل مصنوع فلم يعذر أحد بالذهاب عنها. أدلة مسائل كورن بوكان ووذي اسكم مناطق وحيقه سيئين ومرك خلاف كل بادي ديسو قرشوية ويدي بسو مصارها يو براء مكيني حر وضرب الآخر من عمر حوكني حوكنا أظهر بضمك حوه. ولذلك قال ابن عمر حين قيل له إن قوم يقول لا قدر قال فقال أبلغوهم أن ابن عمر منهم بريء وأنهم مني براء أو براء حتى لا ذبوا أسكم بيت ابن عمر قام قام حوكاني صحابه مثال اسكوه استنسخوا خلافه ودوده يوم صلى الله عليه وسلم وقد قام بكتب يجري فكرة الله وصل شيء نمن كبح سنتين مدينه عراقي ميرجوا نقد علمه ونقد واكتبه ما كيسكو قبسين وذا صاحب بدأ ما طابعين لكن ما كل اللي نمن بأو حالي لا قدر وحوري نمن كوا حاضر هذا قرار دبوري علمه إنه تكفيري سوق جوري ورندو لا لا كيف كمذا طيب قرطبة كمذا نووي كمذا رجعه وش إساري حفن عجر كمذا قاضي عياد كمذا إذن وتكفير وحط الشيء كتب أنه مني بريء وأنهم مني براء عملكم أنا لا أقبل ما يتكفيري. لماذا؟ ومسألة إلهي ما وحبه أغين وحبه جانقو إنه أن قدرين وعلم شامل اللهين وكتابته اللي ما علم في لوح محفوظ مجرته وحبه وحبه أغاني قبل أن يقع سغانا تقديره قرشي ضاتر هذا معنى وامح إله ما هو إله ما وحبه وضرب الآخر نوع اللبات من الاختلاف لا يزيل الألفة ولا يوجب الوحشة ولا يوجب البراءة ولا يقطع موافقة الإسلام، هو الاختلاف الواقع في النوازل التي عدمت أو عدمت فيها النصوص في الفروع وغمضت فيها الأدلة فيرجع في معرفة أحكامها إلى الاجتهاد. إذن وكو عدي مرات كسيف عمبك وكو عدي كتاب كيسا القواطع في أصول الفقه مجلد كصدحات كون هل بقول تطباتني عشان متكسدح المجلدك دارت هذا ضاع محسوسته مطودون يلا نجعله. إنه وزير اليماني وننك أقول لي تيدين شيء هاي رقا محققة هذا مكلا في ريحة تلابسك وحولي ولا شك عادر كيف تكفيرنا يا عادر عادر متكفيرنا يا ولا شك أن من شك في كفر عابد الأصنام وجب تكفيره وكو سلام كننك عابد يا قال يسين تيسننك كشك يا ك
كجوك سيدا بس ما هاتا كاشك يابا إلا شكو وقلبي مركوري كدب نوحوية آثار بعال الأفعال والجوارح ويا الله نيجي قليها صنم كعابو ذا إنا يقالين كاشك يا إلا قالي سوى واجب وواجب واجب وحكا وضا ومن ضرورية الدين تكفير من كفره معلوم الدين بدرا أصلا وضروري تاوق هذا إلا قالي سيو نيجي قالي ميسو أي تهي معلوم من الدين بضر وضروري آخر لا ضروري أصوح كل عينه وكفر ضروري إلا قالي سيأسقنا وضروري كلام حلو وجب تكفيره ونكا وكما وعادرك كوبات ومن لم يكفره عادرك كون كان تكفرنا كفر ومن لم يكفره كفر ولا شك أن من شك في كفر عابد الأصنام كفر عابد ومشرك أصلها نيكي كشجينا وعادل الأول وجب تكفيره ومن لم يكفر نيكا شاكيكا نيكي كالسين وينا والعادل الثاني كفر وحلو ولا علة لذلك إلا أن كفره معلوم من الدين ضرورة إلا كلام الله إلا هو أنت ولا علة لذلك إلا أن كفره معلوم من الدين الضرورة كتاب روض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم مجلد لباط شنبق لي سغال كفيرية نفس الشيء بعلم عضيني سداس ومنات كنت فانتا مسألة بمورا لقاك ينو أدكورنا مقال لير كاقو ريبا جلو تسلسل لي دادو تسلسل مربان انت أنا كبحين كلمة دان مالك قد ما يسان لدين ففايدنا لكن وين أدفانتا هذا وحان ربعين أدفانتا دي جوجين لواك لبابوي تسلسل كمعزل الوهيست وتسلسل كسب سنة في كفر التأويل كتبت وضع أخرية جبرية يا أهل الحديث بيقاليسين نول بيقال أفعال العباد ومخلوقة لرب سبحانه وتعالى وهم عامل لها حقيقة فاعل لها حقيقة ظالم أصقع أضنك أصقع عاسية أصقع مطيعة إلهنا سبحانه وتعالى قدرتي أود سيد وعيدا إله بأو أبوره على منها السنة الوحيدة وجبرية إليه وحكل لازم إلى إلهي إنه ظالم ياي نينك تكفيرين وأهل السنة والجماعة وأصحاب الحديث قاليسين ويا أيوة قالوا نينك قاليسين وقال نينك كشيك سين وقال وحل وهي تصرفك بدعي قوام حي تصرفك بدعي اللي إلى هذه متخنة كم رمان واتصرفك وكي تكفير باللازم والمآل أم ولي بهين تكفير كي باللازم يا ولي بالسكوها يستي أنا هين أوبان يا برب جاندا وأتكفر بالحق حق لسكو قاليسين هيوي قولك السنة أي شيكتي كتاب القرآن قضاء الدقين السلف تسكو جماعين بيك اللازمين ما قال كفري فكيرين ما قالك بأنه تكفيري ما قالك إنك كجوك سدان وحيد هذونا قال باتا كيسي جوز قال إلا ريم علم بك حي نمان كم حلوه هستا ما قال لنا إزدبت شوكتا لغوها هستا مسو حلوه هستا أصل التكفير هذا فانتا مرة نينجا مر حساب تفقاتي يأبتر كفقاتي بالغوها هستا مسو حلوها هستا وحوري وحكود استورنا باطلة أصل كالغوها هستا كفر وشيء ما بجرابة وكفر بالحق وبالقول بالحق وحكود تكفيرنية ما قالكم شيئين لازم كنا ما بجرابة ولازم هباء ووهمي وخيالي وحقيقة هين هدول لازم ولازم حقه وحرم بفاشل يا فاشل نينك أسرع إلا يوحش وتسرق وبدع وصح لكن نينك أنا محاط كذا وعندكم نينك أصوات رقتا أوجي بعابدها هي أوكا إلمن هي بري هي شعب قادر يجر جار سلانت بدل وشديد سنة يزوس عطا ومسوس عطا سيء قدر أولاد بلقان ربع أنا وحي واي الديار شرط كذي حولاد وات سلانت أزو حاول كوسما كاربا بلت تغيي نينك أنا محاط كذا شريعة كتيرة وينوده هكاف أسوى مشرك أدون محاط كله ذاي ومشرك ده دي وعان له اسمه اسمه باتي نين كان بعض مسلم كوي يا هرام بإسلام كيف شيء يعني زنا كوه خلط ماي هم ماذا فهم سني ماذا فهم سني وقاعد ويقنن مالكيو انكشاف لما الانكشاف لما كان مستورا والعلم لما كان مجهولا قاعد الانكشاف ويقنن مالكيو ورنتو
dad kan muslimiinta waxaan ku dhaqmeynaa dhahir ul hal masturin baynuu shalawaatan sanad iska gaddaba tukaneysa shaa abdal in gijigiga imam ka ay qad iyo dhagaxbuur iyo aqdambe ee mishinka ay kristanka hagaana ummada dhagaxbuur masaadkan ummada tuujin jiray iyo jigjigo 20 san hargeysa waag dambe tagay afatan sanoon bu Soomaalida qoray warkeeda iyo waxay yihiin inuu tansiri waana sheekh caalim iska dhigay afcariba dadalay khutbaynaya waana gaal lama roogaani ummadu ku daba tukaneysay ee inta markuu dhintay ku asoono uu sheekhaan ugu tago janaasadooda maxaa laga soo qaadi maxaa Allah haysta maxaa Allah ma haysta laakiin markuu warkiisu cadaaday ninki galeysi ma maxad kaleedii al inkishafu lima kana masturan wal ilmu lima kana majulan bi yaqanan nimba wuxuu hadmoysan rasuulka yaqaan oo nin qajaba u yahay maanka tan ma xad tilmaam xurna maxamed aha nooc aad soo xuwaan in rehebala sawaka na afrikaan oo madow oo timaha kuskuusan oo sanweyn bagafsan wuxuu aha xalkiisu sidaa yahay xaqiiqo ku dhash wuxuu Iraq ku dhash xaqiiqo ku dhintay dimashq ku xabaalay maxaa leedii horan maxad boodaysay nin nabiga yaqaan oo xabiib Allah Suzama hadda maxaa cadaaday ninka mushrik xukumi waaya bacda ma calima xaalahum xadidi in kashafa lima kana masturan minka wa ulima lima kana haqiqatu alislam mata qanid baan leena iska bada wax kale ninkan mushrikaana ashraka billahi jahila wal mushriku ajhalu jahila bil ijma' laana rabbi hadu yaqaan makhluqa law hukama dayen awliya mabariyen رب با قفلا اليس الله بكاف عبده الضمود قورمي مخلوق كلا ادن هرت ومرك الهي التهمان وربك الشكيان او يجهد الهي وحايدين داما اوليده هدي اوغيين رب انو كفلان ياهي او خلباسو اوغ دوو ياهي كن خريس بدن ياهي ميل كلا كوميسن ليخدين جهلا بالله بيو ادين غير الله هو ادين اذا مش هو جاهل وانا الذامي متنقص قادح في الرب شرك يسون هو شرك معلوم بالعقل والضروره الفطريه القرنيه نين كان محاسوب بحي الجهل بالاسلام وزنقرن هذا مشرك يا مسلم كرغران واي هي لو حقيقتان ومتقابلتين كسور جيده ضد مسلم قرن مشرك قرن ويدي مسلم متقان واحد شيغري زين انا اكو خلدناي هي waliga ma ma islaamin ba ama marka murtad idaha ama kaafir islaam dhahay laakiin ninka waa jahil bil islaam war jahlu bil islaamna waa kufr adamu islaam islaam maradi lawaay mesh muhaddagahay ninka la muhammad anwar kashmir wuxuu fa inna ikfara fa inna ikfara man ankara daruyati ad-din min daruyati ad-din illa galaysiyo ninki inkiray daruuti din qudhigisa wuxuu yahay ma kufru dhanni wajaba takfiruhu ma masala khilafiyya man ankara daruuti din takfiruhu asnawa ma'lumun min daruuti din faydul bari ala sharh sahih al-bukhari kafiriya ala sahih al-bukhari mujallad 3 92 masalada markay aan lagu khaldamin masalada aan lagu khaldamin wa masalada markay ugu dambeysa in kaga tagayo ee qaacida labaad hal shubaan ka jawaabayna waxa shubaa waxa timid nimay wada tirada ninki mushri galeysiin way waaga kaaki galeysiin wana waaga oo tasalku hunaka tasalun sharciyun wa tasalsulun bid'iyun meel walba manaadka laga helay hadad galeysiiso wa tasalsulun sharciyun meel aan manaadka laga hadad wax saartana tasalsulun wa bid'i asal garo ku dhisteena waa baatil yaan la isku khashan hawsha ayada mucizila hawsha loo tiri kutubtoodan soo qaaday doona ay ugu leeyihiin maqaaladkoodan keeri doona tasalsulka lagu haystay meeshii ku dhisan ciday ku jeedaan baan idinkii hadda korna waxaan ku qoray maqaal dheer ee qanaadka la tagteen ku cabaadeen muuha bilaad sabiil waxa ka hadii ninka mushrigiga aad gaalaysiisan ki gaalaysi weyn aad hoosta ka taabataan waxa ka soo bixi muslimiinta oo dhan ama badan kood meena dadka xabise oo dadkiin kariga muslimtiin oo intan meesha fariin in la mid oo gala ay adduunka ka soo haara
وركاز زي ضد الله سو أردار وحلينا إنما لازم هو إلزام لا يلزم ولا نلتزمه نما لازم يمنع أقلين معايا لي قف كسو إسلام نما موجستي إن إسلام الله حكمه إلى حال كسو عدانا مخالف حال كسو مخالف كالواقع عدانا وإن إسلام الله حكمه أصنوا معلوم من الديني بالضر عندنا الحكم بالإسلام لمن أظهر الإسلام أن لقوين قال لما أن لقوين وإن إسلام الله حكم ضدك دون كردوبا من حيث الجملة والعموم وحي أن قال لما كوبنا هاي موين وحي كالي وأنا مسلم بينوين أنا ولي بتونسان إن بغنو كمدا إن قال لما كتران دون كأسا وحبكو رسيما إنه إلى بينا شرعية لهلو طوامدة صدرت المركة أصل كاسان باقك وأهانينا لا نكفر إلا من علمنا كفره ببينة شرعية هدان دور نبا مركة لحد كد بأنرهنا بضن كد وحكوت من سنة قال نمو لكن قال نمو وقال نمو تهماء اللهين حقيقية واقع ذات كام مظاهر إسلام باقم موقتة أنه بقول كيف السقاشن ديه كرقوليها كل يوم آفزين محلقا ربا إلى عضين هشين هذا دقاقين توري هبلة وحكاها صوب بحيث مقال هبحال الزينة ذا كبضا وخمرة اللي وعبه ووالغو قيلا وطوغة ذا كبضا تولي أنك يما دم توق مدي كرتا هنا دفانتان ربا مثل نكسو قد قارس بوحال ليلي وفسقها كبضا زنادة قوليها لوطية قوليها قوليها الدمية جواسيستا خائن ورم بتشغالي بس قال كسب بحنده هو يستغد منافق خائن فاسق تو مهاجر قارس بتكتب ما ديكرتا لماذا عدين شخصي او حلقا ربا يا طائفه ضبينا غنات كايسو تونك او حلقو ما ديسو اسكو اوغادا قول يا مركه اركان نو سوم و هلينو نكي قال ما كدح حريقين نكيك تفيرو وين حريقين او وذاك حسان ددكو دم خساري بس جهنم وصعد يقولي وإذا بضروا كم بدو ذكره وحلا جهزت كم بدو ذكره صادرت من حزم وحويلي في المحلة بالآثار مجلد كطبنات صدح عفوا لا بقول شديتني صدح والناس كلهم محمولون على الإسلام حتى يصح من أحد منهم كفر تذكر حكوا حمبارين المسلمين إلى متجوني قال لم يكونوا غانيس معي الأصل كبس ذا كل مولود يولده على الفطرة أيضا القرآن كان لقول الله عز فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها وإذا خلى ربك آيات الميثاق بك يعني أحاديث بضلدلي كل إذا وحاوي خلقت عبادي كلهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين إذا أصل كواسدة من خرج عن الأصل وكفر الطارع اللي يمت إلى أن بينوه لأنه تتكون نغتر سيئة ما لنك وركس عضانا وآلنك انشافوا لما كان مستورا والعلم لما كان مجهولا شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام محمد دهاب وهابيذا النوه يستينا أصنع أقول عليه من أثر الإسلام وظننا أنه أتى بناقض لا نكفره بالظن إسلام بموجسان هيا وحان تنسينا أنه ناقض وكفر كجري الشرك لا نكفره بالظن لأن اليقين ووحو إسلام بموجستيا لا يرفعه ظن وتهمذا وكذلك لا نكفر من لا نعرف منه الكفر بسبب ناقد ذكر عنه ونحن لم نتحقق هذا الشيخ هو يعني مثلا هاسكو خلدنا تهم بضم بان قبنا كوين هذا ما شفرده إن واحد كتشرو ثم دعي كرتو لكن وقتما وحقو لسينين والله باتين طلق باتين إلى ما حدكو تين إسلام كان مجسنا إسان لكن مالين كان أقاذ وركين سبحان قادر بذلك يكين ريب كرا وركوين أدفان تاك كلمة قلبت أنت أنا كنت دايا إلى قمن خلاصة يرمركا خلاصة وحوي مذاهبتا قليها المعاصرين تا إيو فرق الإسلام وردان مكا الله سوء كوريو سوء روريو شن قد بيسكو قد تاقي طائفة وحاها قامل من جاحذية اللي يا ثماميو جاحد أبو عثمان عمر البحر واتقر نيسان الجاحد لقلنا نيساهي قولي أبو حيليين أيهو النين والبو قال لمن موجست أدونك وقال آخرنا هدو جاهل أهانا
في النار، عفوا هذو عالم هنا في النار، هذو جاهل هنا وفي الجنة. ويسوع حوي كل من أظهر الكفر في الدنيا فهو كافر، كما أن من أظهر الإسلام في الدنيا فهو مسلم وإن كان منافقا في الباطن. يسوع مري إسلامك حق الله مريا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الدنيا كانوا معي مسلمين. أسوء معك حوري مسألة التكفير في الدنيا هي مسألة الإسلام، وأسكم كل من أظهر الإسلام فهو مسلم وإن كان منافقا في الباطن، وكل من أظهر الكفر كاف وكافر في الدنيا وإن كان مؤمنا في الباطن. ورك يا أسكلي جاحديه هي ثمام، ثمام من عشر النميري يا جاحد من جاحد عمر من بحر يا إسكالي وركض وعدي ونما اللي فاهم كرو أيه كدين في عن سلفية ذا شيقتة جديدية اعتساميين أشاعرة كم حابسة أبو الحسن عشان يسيد بين بين تقوم حابسة الدون كوحر روبنا فرق القرن إنسان أيه كمذا في عن معايا إن كان ما بقى قلاين الحكومة الدون كان إن قال لمن موجس إسلام الحكومة ما هي آخر ما كلا دم حوليها أغلو حوله وهوش عذاب باللابان هاي إيو نار لقوار هاي باللابان حجه بانتي. فالعالم محجوج والجهل معذور، لأن الكافر حقيقة عنده ومن والعارف العالم بأنه في كفر. لمن كان ميلبامي وحلى فامي كروي جهمية قوتمد ونمن كلابات جهمية وحيليهين نفس ويودويهين ويودويهين، ولكن مسألة كحر ما هي أيقو جهلكم حر اعتقاد بكم حر يعني كل فارق الحوان تاس فارق السجهمي والحياة جاحدي عيدا كان نن علم بكم حر نن اعتقاد بالله هذه جهمي وحي قبامر كل من أثر الكفر في الدنيا هو كافر، لكن قد يكون عند الله مؤمنا لعدم اعتقاده الكفر. كفر مرة ضعفك كقاهش أما فعلان أكون موجس وأكون حكمينا وأنا كفري ظاهر كائن مجازقة، لأنه لا تلازم بين ظاهري والباطن عند الجهمية. قد تكون كافرا في الظاهر مؤمنا في الباطن، أذن جاهل هين وعالم أو عند الجهمية اعتقاد بحكم شرط نيال الإيمان يكون تعريفيا تصديق القلب أو المعرفة يكون تعريفيا إلى مرك انتفاء التصديق له من قلبك سلام كل سجود واحد من الصماء ظاهر وحنك حكومين أتقالت هاي. وقد تكون مؤمنا عند الله وفي الآخرة، لماذا؟ لانتفاء التكذيب القلبي، التكذيب القلبي، التكذيب القول الفعلي لا يستلزم التكذيب القلبي. لما أقول أنا يوم فارقة بس أود حي لقواس كمبيت بحيس كمبيتين كل من أثر الكفر في الدنيا فهو كافر. أحكام الكفار باللسين بحال أهان جور جورة وحول بواقال آخر ما قال تقول ونضع الموازين القسط ويليين هوشة ويوم طبل السرائر ربك الحكومة هاي نينك اللي جوا التكذيب القلبي نارتها كوار نينك اللي جوا التكذيب القلبي اللي جوا هنا أسوأ مؤمن مركا والعذاب أما إن شاء عفا وإن شاء عاقبة. جميل وان فهمك الراه أنا قلني من كان مقدرا وقوة وقارد دونا معكو صار نمان صوف صدعية اللي يداد العندية صوف صدعية وصدح قيود لا أدري إيو نمان اللي يداد عنادية إيه عندية صدح لا سأوب قولينا أفر ببكار ديقان عندية دا أيام مركع على أقل الباب كان أصاف صدع العندية أو صوف صدع عندية وام حي وحيدا حقائق دوا تابعة للتصورات والإدراكات والاعتقادات وحده هو آمن سنتاي يوحكو حكومية ميس كان هذا آمن تؤينو دقح يهي ودقح هذا آمن تؤينو الدهب يهينا ودهب بالنسبة لك ياسين أو مدح وين هذا آمن تؤينو يهي نبي محمد ونبي محمد يقولي هذا آمن تؤينو يفرعون وفرعون بالنسبة إليك ما كذلوا. إذن وحلو يقنا نسبية الحقائق، نسبية الحقائق بل حقيقة ما الفرد هذا أولو خلابيحو دقح دقو دحي مترو وحان وار دقح أكان كومي أولو دحكو يقولي أنا محيي هاي
ذهب ما ينبر بوية المحكوية وبعضون لها عبده ما شفروا ريه بلا نين والبوح واسوحن واركو يؤية هي كلية حقيقة ما الفرد ونسبدلين جهل جهل الناس جهل بها الناس أو علم بها مجرته الحقائق وتابعة للاعتقادات والتصورات والفهوم تتغير الحقيقة من شخص لآخر وحثابدا مجر نسبية الحقائق بالإجادة وأن من كو حي أمسيب يودو نكي إلهي غيرك عابد أصوى عالم ومشرك نكي جاهل أصوى عابدنا غير مشرك إذا مش سلم حمد قطي نسبية وي واركي جاهل كو صوكع هيدي بو سوجي دي شعبد قادر بو قورعي أساقي بو برية وحو سمينه وي يقانا محاضة ميسي ريبلان سوكحي ربنا عصبان كينا هاي بلاوان قردك يادو قور عدي او هبل محاد كبر دي اولادي يقول بان ويديستي وحرو يقانا ماذا قيد وحان انو قال لما يا مايا مسلم باطا وحاد ثميسان شرك معه نفس الشيء با وحاسمي متقرن ايهم حيليهين ومشرك اذن حقيقة تشك وطابعة للاعتقاد والتصورات أنا قلنا الشركة ما من سنين مشرك متين أنا وأنا من سنة مشرك باطة نفس القضية وسفسطة عندي أجمع أهل القبلة حتى أهل الكفر إن قال إن ما كايي إن ما كدون كروه يا دم بجرو نام حلو النبي كوي هذا النبي وأمس دان وهذا دين النبي ماها وحليها يستنى مجرو مركزها مش كصبحها هاي إذن حقائق ونسبية إضافية اعتبارية بالنسب تختلف من شخص لآخر فهم ما أخذ دائما مدارك خلافياتك وحيان لذن كله قوين وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه محوية كفر ما رجح صور عاية محوية وركي ابن القيس كجلمود الصخري حتى غسيل من علي ميوري ما رجح بصوف كان يا وحمس أذا سمي كفر يشرك وفعل اختيار هذا سمي ذا مسوى رجح صور عاية وإذا نطقنا الجبل فوقهم بها ما أذا السمية يداك أو كتا وفوق بما كسبت ذلك ما قدمت يداك أذا السمية كفر وشرك أذا السمية كل إيمان وصلاة مركا تسميزه فلك أتاو سميزه شرك مكيمية في حق نفسك سماء هذا ترى شرك هو في حق نفسك اجتمع بالإسلام السابق هران محتيها هاي مسلم مؤمن باتيها مثلا إذا شرك بعض ثميسي إذا هذا عن دينك وهو مشرك إسلام كورن وبر أذن به هم نقيضان بايجتمعان فيك والنقيضان لا يجتمع حتى عند الكفار والنتياء واليهود سكدة إسلامي ما كل مكران الليل والنهار ما كل مكران العدم والوجود ما كل مكران الإيمان والكفر أبدا إذا لبدن حقائق هو جديدة يا وضبي بازيد مدود هضيتي ما ضتيك لما شنا يكبحوا إذا وحودي وقع في الكفر مركو كل عيب محبري درجة هربان كوه يستاب وقع في مكود عها إذا وجد تقوي نقدر نبي حسابته لبر محله هلا بكون فل عرطي يقول رنتي هدي هل لا بقول أتكون في يوقات هل لا بقول فو هل تاجون ولا بقول كذي محي سمعش way arar ayuu maxaa laga rabay halal ku dhufo inuu dhaw hima qowey waxa hal un way hal asal madursha la yada laba ma halal ku dhufo waa hal haasho qardeeri ila xisaab ma ida soo barinno dimbala idan waqaa fil kufr dhahore ya baani ugu filanba kufr ma ku dhacay waqacada ma ka tir maxaa buray islaanka waa buray hadaa tir kufr ma ku dhacay islaanka ma buray maxaa kulmay نقيضان يا من يقول قينه ولم يقع الكفر صور هذا بسمية قوم معركة كيمان أنا بسمية قوم معركة أدرت وما راح يجي مدة وعواس كذا بدروه وحكون صهر عادري دي وأنا منك أفراد وخلاصين كرتا كل فرق دي أفر تقعد كوروري العادي يقول يا سلفي ذا الشكل مع الجهمية ده يسكو صدر معيلي وحيليهين نينك قال لما كرد عي يشرك كرد عي أسوق الجاهلة ليس بكافر لا ظاهرا ولا باطنا لا في الدنيا
ولا حتى آثمة حتى الدم حتى تولى قام أبرم حتى إنه تولى كان لقام أبرم معي لو حقود عيبة شيخ محمد وحقد واسدة ضدك يكونين واجهلة يكونين هنا الشركة يكون حتى تولى قام أبرم ما بقول ما بحيس ما ينمجر وروح معها ما يا وجاهل معذور معذور حكى وضع ليس بكافر في الدنيا ولا في الآخرة لا ظاهرا ولا باطنا ذنبكم أدعين توب الله مرة إلى أن محمد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لم يش إجماع سجمن أنت ملك لك يعني آياتنا كوك قالوا بيا آيات محشكت أيوح إليه وشرك إله أضافها من غير توبة أهل الإسلام وحكوا إجماعين شركين على دافين من غير توبة آيات داكو له وح خلاف سنة مجروبات معك لازم أجيكم عقوي يمت إن شرك الله دافو إنه شرك الدم من نغنين با إلا رافس كبداي ما من نغن يدم لقد توبت كيني ما هي أفد ماشي التالو وفضيسان إسان وسلام بد مويسان حتى كافر في الظاهر الجهمية تري إيو جاحد كي يجري بارقامة نمان كالسن مجر نمان كاليدين قرين هوش أقاد هوش أقول سالم ما مرك أفر تام ذاب جاحد يا شيخ يسون مال مري يجهميو راوندي الله صعوته أشاعر الله صعوته ما تريد قيبت الدماء الله صعوته سالحي الله ويبدني واسك ضوائف بغب ضوائفك استول اعتقاد كو عليسي كفرقة هل كاقلية وحبي يدن ربن وحاكو سهاري عنديو نمانك حقاق دم انكريبا وعادريدو ايكو آبيه مرة أنا سيف عن أفير نبى وحن منين جاحد جاحد برا واقدر عنو جاحد بقى في عب جاحد كزنديق أي أهل سنة أي جاليسين حتى إذا كبر كبر نقطة يا رب الدين ده ما بقى قرضاوي ما كان عارسنا وحن منه جاحد إنه يقول يها عادين اللي مثله وآفكله مقالات ك وحي حمبارسين أحمد حمد الحوري ما نولب أزداد في الجهمية بصيرة بول مركان سيب باربا علم عصبة جهمية يصبح نمان كان مكا طبق الشبك قال لي موضوع دواتي والله سياد ماشي تاقنت مركا اسكا إلى ليه وشا يدا كلمة ما تنتاسي إذن ضوائف تأفرت أكفرهم من والسلفية العاذرية إيشيغا نيسا إيه نين جاهل كي متاول قال لماذا قرد عي ليس كافرة في الدنيا ولا في الآخرة ولا في الظاهر ولا في الباطن وحقود عينا دنبي ما وكتبت كيني حتى إيمانك كون نقصايم هاي وحال يسكوك ذنوبتو وقفك مسلمك اللي مادو إيمانك سي ساميسا بإجماع أهل القبلة إما نقضا وإما نقصا وانيق مقالاتك إذن كقر يسكا إلا لي دنبي الروح مسلم يقود عينا أن تأثيرنا إن عقل وارك إيمانك أما أندمينين أما نسقامينين هذو قال لما يهنا ودمني هذو يهاي هذو دمبي يهنا والنقصاميني ما بتجرب ودين عصب حتى فرعون يا شياطين ميقا أنا واحد عون سلف غيب عدا انتو إبليس قرن واسوح قلوميو يجهم بصومر يده جهم بحقوق بتي كارتدي وربي روح نوصن وفلون واسو ملايين اسوح إبليس كري وحقوفري شيخ يسي جهم الصفوان نمان كان أوشي دجيه حتى جهم بريبو كيه والله سبحانه وتعالى أعلم.